ايه ده مش انا وانا ريكورد اجي يوم اتنطلع طريق كخاتة وتقريبا اخذت ميومات بشتا كنت خاطفع او كان كابس وكنت خازف واني مواقع الكترونية كنت خاطفة كيف تخكب وخذ باطريركا وتخ لازم هاوي اجي يوم باطريركا خيرت الدين اللي المستقبل لقيته دخل الهوية ده من خنا حيا ايدينا البادريكا فشل الكوبيا منيلة ميلة باقلام جديد ميلة يعني خلفية دي من ثقافة من علم من يعني مواقف كل من ديانا هو إيجابية وإلى إيجابية من نواحي فأدي يوما مستقبل إيتا بقاود أتزون باتريكا مار لويس أكيد تغميري توقعات مخيانتا تمنيات شروط قد مقاثة يعني شروط غير مقبولة أو غير واقعية كنت خب كيف ليت إلى المرناشة يعني أنا إنسان قومي يعني متعصب بتقبل لأنه باتريكا لازم هاو قومي للعبهم والآن هي سياسي خاصة سياسي كبير سياسة كل من فاطريت كانت هاو كلية كد يوم مبلاطة مظاهرات وعلام بيدو كد يوم مخايرشو بقاود سياسة بقاود أصحاب السياسة وليون أنا إنسان روحي يعني كبير من فاطريت كانت هاو سيور بساعتي وبقاود إيتا مصروي ونهاو انا مثلا خاصة ميال للحياة النسوية الرهبانية كبن هاو هذا ما كبيرة مجال تخملياتها يعني كدخة ادخاز اوضاع الكنيسة من زاوية الدين من زاوية الدين اذا كبيرة ناشر من زوايا خازيلة من عدة زوايا خد ما ناشر خازي من زاوية محددة كبيرة من ناشي دكتولي ولكتولي هم أكيد مخيلة خدمة قاعدة بقاو الهدف كبيرة مثلا شخص لي ما سنيقي وخدمة كأيدا ما سنيقي ودخيلة مثلا مستقبل كأيدا دخل هاو أخني كيلو كم كل مدين أيدا مهيلة أيدا إلى مؤسسة إلهية بشرية أود الاستسال إيتا إلى مارني شامشيحة بس من إلى قيمة اللي تأذي إيتا ناشر مار بطرس إيوا ناشر إيوا صيادة مارا كبيرة عايتي الكيبة واللي تأذي كيبة باننا الإيتي قرد الشولة غربيها سلم لقديلة المار بطرس وشريحة بين المارا بنيان ايتو على الهيمنة مار بطرس على الشريحة على الهيمنة كل برنامج من هاي الجار سو العالم مكرزون هو الآن من نوفا وروح القدسة أو بدم شذرنا قد ملكنا في كل مدينة فإذا ايتا غرشة بقاو روح القدسة من ناحية لا غلطة المارا لأن روح القدسة أموية لأنه مارا أموية فإذا غلط من إيتا ليش؟ من يغلط؟ غلط برناشا ديلت من دمه وبصر مار بطرس بيجانو غلط له مار بطرس بيجانو بطر ما دمير مارا فالي آيتي بكيبه على الآدي كيبه بعد من إيتي بطر فترة غلط له يعني تخملته ليه وتخملت مارا شمشيحة مارا بيجانو يا مطالي بحكم اللي صباح مغمق إذن صار وكل انقصر كل يعني ناشر من هاوي وأي مركز هاوي إلى قصر ليه ما هذا ترى بس ما راني شخصي ليس فإذا مؤسسة إلهية لا غلطة لأنه ما راني شف أو شف سالد الغلطة بس ناشر غلطي ولهذا السبب ما رب بابا ما يوحنا بولس طلب والد يعني أمر معذرة من عالم
بسبب غلطة ناشر دي اللي قام تاريخ ميلاد الجنة. بدل إن إيتا هذا خلاف ناشر هم تخملياتي دغت ميري بريشي لي تخملياتي يهاوي ممكن هاوي طاول ممكن هاوي طاول ممكن هاوي يعني على قدر من المسؤولية ممكن فقط مزايدات لي يعني كتخب كيف فأكيد شميلا وزيلا ومن داني شميلا وزيلا إلى توثانة المرفوس لأنه قد ما تبايش وقاطر ريرقا بتوال المقابلات بتوال هم يعني تمنيات وآوة دفع خايمة اللي بمستقبل الإيتا فكنت مش لباطل يرجع أكيد كل لأني مقالات وكل لأني مديان آراء ومقترحات تناشي بريشي بريشي سواء من شماشي من قاشي من علماي هدي من أبسقوبي كل لي كذيوان ده السؤال ولهذا السبب إيمان بشل باطل يرجع ولي مقابلات منه أربع تقريبا قلتها مثلا أول إذاعة قلتها مقابلة أمهم هي وإذاعة الكردان قال دي تويت أو مطران إبراهيم قلتها إذاعة الفاتيكان منه إذاعة سوا قالوا سوا وإذاعة خيم قلتها مقابلات تخاسي ما هي الموقف الباطريكا من الأحداث من المستقبل ف توثانوته مجوبل بكل صراحة زيل يعني مليلة الصورة الشاملة الصورة الجامعة الأذ مستقبل تطلع من جانب ودريد الشعار ديو أخبار طريقة سبب نكدو كل بار طريقة أو كل مطران إما تايش نقول يا شاق لك الشعار يعني خا هدف خا تايت تقول لك مثلا تجاني فمارك لويس اشقل له أذ شعار الإصالة الوحدة والتجديد الإصالة ما معنى الإصالة؟ الإصالة معنى ديو بمارل مارك لويس أدهاون أنا أصيل لهاون بتريبر فاضل يعني لا كندي مخي خامدي ولبني خامدي يعني لبا وسبواف لازم مخي أصالة وجهة قدية معنى دية العودة يعني فناشة دار اللي التاريخ تقيتها من شريطة أخنا نيوخ كالداي دار مثلا أخنا نيوخ من قيتة مذنحة أذ إيتا أنطيتا للصين وتبت وسومطرة والهند وكل أني بلاد يعني أفضل بيت محمد الدار تلتاس سنطينا يعني بشوالا كإيتا شمهتا يعني مشهورة فبقال كل معنى الكلمة مركز ديو أذ إيتا إيوة ساليق وتصفان يعني دا حاليا سمنطا تامي أي إيتا قميتة بشربنيزة إلى إيتا كوخي إيتا كوخي إلى كاتدرائية الباطريركا قانون بماري اللي تم قاسوف بماري بأنه باطريركا لازم بايش سيما نصيوة قال إيتا كوخي إيتا كوخي وان خدمة من قانون الإيه مدنخا إن بايش من الصيوة خارج إيه الكوخي بطيلة سياحية يعني قوانين فإذا هدف إيه وإيتا أد مدنخا أصالة معنى دي وأخنا لازم هاوف متشبثين صيرة بقاو التراث دي بقاو بابواثة دي آني دوليلة مكتبات قال تأليدية لاهودية روحية ليتورجية من مر أبرل ومر نارسي وهو إسوردة وغيره وغيره وغيره
اللي كله بابا وانتلي في بعض. فإذا الأصالة معنا دي لازم لنا شغل اللي بابا وانتلي. أصالة معنا دي كل مني ديلة البيت بقول إيد الملحة يو أخن إيد الملحة لازم أروح. مر لويس بماري قد هاو برناشة أصيل لازم هاو صادق وحقاني يعني قارب حق تليته هاويا حق صادق هاو يعني نعم نعم لا 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 بافتخاء بام الطالي نعم بافتخ بام الطالي لا لازم هاو صادق وحقاني بماري لازم هاو مسافة خاء من كل ناشر أكيد إلى لازم هاو فاطريركا بمسافة واحدة من الجميع لأنه سبب كل يالي إلى يالو كل ابناتا إلى يالو فإذا المهيل فاطريركا يعني شبت فاطريركا معنى أبو الآباء باب الباب واحدة إلى قافريقة إلى مطران إلى رعية لازم أشم هاو من سجب من سجب من الفحوى بماريلة باطريركا لازم هاو باطريركا بعيد يعني رحبة من تكتلات وشو خلق باطل لنا تكتلات إيوة قم تكتلات أو أني أو فلان قبيلة من فلان عشيرة فلان أوجه خيلة وزيك معاناة الكيكة تخيفة والحمد لله بأنه قاود كروشيا قاود سينابوس اللي تكنتوا لان كل بشيرة بشيري بروح الكروشيا فإذا باطريركا لا لازم لها من أي تكتل لأنه باب الكوري هم من هاوي بس بوبا اتوارد نوع من التكتل تفتدوا بس بما أنه مش لباطريركا مش لباب الكوري باب الباب واضح فإذا لازم تكتلات لها أي الأصالة هاي الوحدة أو شعار لتريك الوحدة وحدة معنى دي لازم بماريلة لازم هاو خيطي تيخ الوحدة خاصة تيخ الإيد بمذلها الآخراج المهم لأنه إيو خائدة خا إيدا خا تقسى خا إشانا خا كل الفاديشن كل الإيديان إيو خا خاصة خاصة وبظر يعني أجريمنت دبريل بيني قدي شوت مارا بابا يوحنا بولس أمر دمخا قدي شوت مارا دمخا شاد ألبو في شامة في شي قدر بينا أذحو يادا لازم كامل سبب إلى أجبون المار من شعب شيحة دال بصليل شد هاو كل يا بابي خاء تغطيو قان وقاي خاء فإذن الوحدة لازم هاو بلخي كل بقاط الوحدة هاو تيخ خلو خينا خاصة بيت المدنخة وكل ناشي خير كل ايتات خينا ام سبب ايو اخر واضح ايو خيال كايتا فالخخ من مع الجميع يعني كل اودت هي تا تصفيدا وقتل هدف اتحويانا الدخ الخطاوي مخخ موضيق الاخ المواطا والهدف دي الخائن وكمد ايبل لازم فالخخ تدمديره شمة طيمانة شمة بسيمة ايد البدن فرق لنا بسبب كريستيانو تبرطل من ايد المدرحة من المدرحة برطل ايمان المدرحة ولهذا السبب لازم نحضر الأدمنتي إلى
طيمان إلى غزة وقالت إيتا تجدد أو مدي دطلاثة أتقاوت شعار طوثانو في مرد رويس إلى التجدد يعني حوداثة حوداثة لازم أخذن مصبغ كل من دي الذيل ليل جوهر الذيل من أصالة والذيل من شيم ولا من أخلاق دي تنقية وتدمغزخ بالمقابل جمالية بسيموثة شبرة الليتورجية دي الليتورجية دي إلى خجزة خكنس دي لطميرة قاوت أرق لازم أخذ المبل تخلي لازم هذا مسيمو غبالة مصبوخ له من كل من دي دي للطبية بيو من شختة من آراء من مديانة الليلة صحيحة فإذا مغزو جمالية الليتورجية دي مغزو بأنه اتلن أخنا برامج بقاوت حياة دي ولازم خايفنا اتلن صلواتها إذا صلواتها طاول بسيمة دي لم ألفة من بابواتها قبارة بس أمد شقلتها بعين الاعتبار وقت ظروف أكيد ناشر جواب قديم مدارسي لي شولاني لي لازم مسيم قبالة لد من دي بحي أكيد التجديد دخيلة الأقامت بصالف وكيري بابواتها صالف وطلعته ولالي ومزمورة إذا لبش يعني لبش وقت نمصال الناشط طلافة أولالة يعني مديانة كبيرة لازم التجديد بحيث ما هي ميلة أو من دي دين صحيح قاوة دي تورجية قاوة حياة دي روحية مقريوخة اللي أنا دي ممكن خصطوثة دائبة معنى فاهمينا جوان قديم خواطر شعب فاهمنا مش من قد الخسع عم صلوه ولك يدي ناشر ما يهم مارك فإذا تجديد ليه المعنى دي نسف الليتورجية أو نسف كل من دي لا تجديد معنى دي مغزخ أو من دي صفية أو من دي الضروري أو من دي الأنمقاية قبل حياة الليتورجية قد يغلق كعمالية تشعب دي مر لويس بمارلة أنا كالداني وإيتي كالدانية تم إذن كبيرة مديالة كبيرة ناشي مثلا إش قلي شو عارب قاود أثنيثة أنا كالدايم إيتي كالديت إلا عكس يمكن خدانا مثلا طوثان وثمر رفايل مارا يعني خمدي عكس درمدي لأن بس ليه أكيد نيتو هذا بس بفسرالي بشقالي قمنا قيامة بأنه مروا فاعل بيداويد رطل عن الخط الدي والاسم فإذن مر لويس بماريلي أنا كلداني قال مقابلة أمه من راديو كلدان قال ديترويد بس ماريلي أخني لي نكرخ ناشي خيلا يوخ تسامح يوخ تماما إذا تبشيطة كبخ أو دخ تعامل من كل ناشر بس هم أوصوه الهم أخوه إلى بينه الليتورجية اللي من ديانة دي التخصية وتخصية مثل خمثل بمار الليتورجية للإنسانية يعني الليتورجية من ديانة التخصية ما يعني ما يعني ما يشبه ذلك بأنه الليتورجية للإنسان وليس الإنسان الليتورجية على مثال مثلا التلاميذ ميلاد يوحنا ثم الذهب أني طلعت من ديانة شريحي له وأكيد إلى يعني تقريبا ولا مجمل يعني الأحداث مجمل الأحداث ونظر ديو اللي المستقبل كفاطر يركع وأكيد بني طلعت من ديانة الأصالة والوحدة والتجديد كله والاختزال كل مقالات وآراء وأفكار وطروحات الناشئ لأنه دخميري بأنه أكيد قاريوة وخازيوة وشميوة
وكلنا اني مديانا تخمل القاوي حتي مير القاوي المقابله ما انا يومك مشغل قبيا كل ليله لم 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 مخلي لد مخلي بسبب تخمول يوم انا دخ يعني ما يوج ما شعار دي ما زي الهوا فامطيل هذا الشعار والى شعار طاوة اكيد والى شعب من مديانة محكيلة طوزان مار لويس بأنه نحو المستقبل أكيد ماري زديوخ لأنه مستقبل غامضي إذا نزدوثا أخنا لك يدخ ما زيلها بقاوة حياديا بقاوة عراق بس ماري بعياش يبقوا أمل وبطلابي حويادة أبسقوف كله داوي أمه وأكيد أمه لي لأنه مغزيلي خا يعني مغزيلي خا حبه خا تكاتف دي لي كله بغداد وإذ سرعة بطل الباطل يركا إيوة نتيجة تكاتف نتيجة برميتا نتيجة فهم أدب سبوب بأنه أخر السنين غيو الهدف مندي فإذا مستقبل إلي بيد المريا أكيد غامض إلي أكيد إيبا صعوبات بس بعون المريا تكاتف أدب سبوب تكاتف متقاش شماش كل يالب إن شاء الله بداوخا مستقبل مهران بماريلي احنا ببلاخي وقت الايتر الشعبيا ومستعد يوم انا يوم دمي الخاطر الايتر خاطر عراق من ناحية هجرة أكيد بماريلي أنا زلقان وأول خمد بينه زلقان ضد الهجرة يعني ضد الهجرة دخي لأنه الهجرة رطلة ناشط تغديلة ببلاطة عراق زد سابق من كريستيانوتا وأذمن دي ليلة مقبول لا من قديش تدمار بابا ولا من بابا بيركا ولا من اللام إيتا لأنه خامد إلى إيتا موجود إلى إيتا العراق موجود إلى وبيشا أكيد ولا ظروف كبيرة منها تيلا بس إلى خامد دي يعني زونا نايل بس لازم إيتا أقرد إيتا لازم بايش فإذا إيتا تعمل بعراق وبيشا بس ما أذب يشتا أذب مكليت الهجرة لازم له فقط التنيتا بحيث مثلا دخل كبيرة ناشر مثلا علانة لقل طوتن لقل طوتن عراق هتخيل عراق هتخيل أنا شخصيا ليه بد أمر خناشة لبرطت من عراق وكل نشواتي ولي مقبل طبيعي عم ندير منطقي أنا من هم مسؤول أمر لبرطت اللي عراق طوتيلا لبرطت أنا لازم ما تبيتر بأن عراق طاولة هاي أي دكتة خيتها أولا لازم استقرار هاول أمن هاول أنا خناش المهدد خناش خينا بقاود أطلع بقاود بقاود يعني إسلابة وقاود كل مدي لا طاوة أنا بتخبى بردنا لبالطوت فإذا قمة أمر أنا لبالطوت لمهجروت لازم أنا مغزم بأنه بلد مستقر بلد إيه بأمان بلد إيه بشولة المن دي بماري بتبلفو فيلم وإن شاء الله بتهاوي مناطق آمنة موديك كردستا دي لدولخ مثلا إلى منطقة آمنة آمنة إن آني هليبي تحامي كريستيانة وأمت بلاخة من الحكومة المركزية بحيث مثلا كريستيانة تهاوي لي خا وزن تهاوي لي خا يقرا تهاوي لي خا شمه ما طبعا شكل وبالمناسبه اكيد مدينه الناصريه اور انخازوت يعني بريطانيا وهذا احتفالات احتفالات قاود ناصريه قاود اور لمناسبه انتخاب باطريركا وشعارات بلاطه موزوع حلويات دغدغ لي امراه مرسوي شو بس ما قالوا فإذا معناه المبرتوتين بعد بشرة أكيد خمدي طاولة فإذا إذن بوادر إذن إنها وخا دايرة مثلا خا مباحثات مثل الحكومة المركزية خاصة بالوقت وهاوي الدعم من أبسقوبة ومن قاشي ومن شعب ومن جهات يعني مسؤولة بقاود أوروبا بقاود أمريكا بقاود أستراليا وكندا أكيد زلها وخا تغير مارن باطريركا بماريلي أكيد
لازم برناشط الماطل اللي من جانب لازم هاو متجرد متجرد من كل معنى هاو متواضع يعني لخايب بس الكراسي لخايب بس الموقع وبطلابي من كل بنون وبناثة بحيث التجرد هاو شامل يعني لك تدخل مرة سبب كبير ناشر كبير كبير بشي وزراء كبير بشي مدراء عامي يعني كنت خاب كبت لهذا طموحي بس بماري طد أخنا الماطخ الأوم اللي تبوخ له طد ماطخ الخا عراق مستقر عراق مبني عراق قاوة إيه بقول له سبل العيش الكريم لازم هاو برناشة متجرد وبماري بالأخير إلى عمديا إلى دهوة وارتنيتها إلى كلش إذا معنا فإذا شعب يعني أخلوته يوتن دهوة دهوة بمخ دهوة بقاوة إيمان دهوة دهوة بقاوة قيم دهوة بقاوة حيانة دهوة بقاوة خيار توخن الإي توخن سن توخن الإي توخن للمستقبل تعاضد بحيث مثلا أخنا إيوخ شعب يعني يشار إليه بالبنان لأنه أنك ما كبير إخداده أي كزال لو أذكي صورة يعني مناسبات مسخوطة ومناسبات تحشى قال لهم إيوخ متكاتفين كسندو خاو خينا أول يعني أودن أو دهوة فإذن أن يوخ دهوة لازم هذا نموذج نموذج قاو تعاون قاو أمل للمستقبل ودخم عن جخلي أمور خاصة الأمور الاجتماعية خاصة الأمور يعني دتلي تأثير في حياتي أخبهم فأذمن دي مارم باطريكس بطلابي وبالأخير بماريل سن دافع عن كنيستنا بالدم وكبن هوية العراق بلد داو بلاد خيرات بلاد أمجاد سنعمل بماريل على أن يكون العراق في سلام واستقرار وازدهار وكشاكر كل ناشر دم صليري اللي يتو بطل ماذا بلطل اللي يتد أبسقوبة واللي يتد إيتا وكاول حبه واثاره تاع كل برناشه هيك دين ابقاو عالم فكلمه دي يعني كلمه امرنا قبل المناسبه المناسبه قد جبيته قد باطل يركع خاطر مار